السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. اسمحوا لنا في البداية نرحب بحضراتكم، ويا ريت لو مش مشترك في القناة اشترك الآن وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة، ويا ريت تشير الفيديو عشان المعلومة توصل لكل الناس، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لنا لايك وتعليق، ويلا بينا نشوف درسنا النهاردة. ما زلنا مع سلسلة كلمتين وبس. سلسلة كلمتين وبس سلسلة بنتعلم فيها حل الأسئلة بكلمة واحدة أو بكلمتين. السلسلة دي بتهم في المقام الأولاني الناس اللي ما عندهاش لغة. لو ما عندكش لغة ما تخافش، هخليك تحل الأسئلة بكلمة أو بكلمتين. مع بعض ندخل ونشوف إشارتنا النهاردة وإزاي أقدر أخليك تحل الأسئلة اللي ممكن تجي لك عليها بكلمة أو بكلمتين. النهاردة معنا السينيالي، ده سينيالي كانتيرا موبيلي. كانتيرا موبيلي أشغال متنقلة. الإشارة دي سينيالي كانتيرا موبيلي. ازاي تقدر تحل الاسئلة اللي ممكن تجيلك على سينيالي كانتيرا موبيلي او اشغال متنقلة؟ سينيالي كانتيرا موبيلي اشغال متنقلة. عندنا في الجزئية ديت عندي ثلاث كلمات كانتيرا، ودايما بجيب لك الكلمات السهلة اللي تقدر تحفظها. كانتيرا، كورسية، لوتشا. سلام عليكم. كانتيرا منطقة أشغال، كرسية ممر، لوتشا دو. دول الثلاث كلمات اللي أنا عايز أحفظهم عشان من خلالهم أقدر أحل أي سؤال يجي لي على الإشارة دي. لو شفت الإشارة دهيت أدور في الأسئلة على كلمة كانتيرا أقدر أعصر عليها أقول له فيرو، كرسية أقول له فيرو، لوتشا أقول له فيرو. ما لقيتش واحدة من دول تعمل إيه؟ على طول تقول له فالصو. طب ايه رأيكم بقى ندخل على الأسئلة ونشوف الكلام ده بيبقى ازاي في الواقع؟ نشوف مع بعض كده الأسئلة بتبقى ازاي. أول سؤال معانا، محتاج أدور على كلمة كانتيرا، محتاج أدور على كلمة كرسية، محتاج أدور على كلمة لوتشا. أنا عندي كانتيرا هيت، على طول أقول له فيرو. السؤال الثاني كانتيرا فيرو. السؤال الثالث كلمة كرسية فيرو. أربعة كرسية فيرو. خمسة لوتشا فيرو. طيب السؤال رقم ستة، أدور بقى على كانتيرا، كرسية، لوتشا، مش موجودة، أعمل إيه؟ أقول له فالسو. سبعة كانتيرا، كرسية، لوتشا، مش موجودة، تعمل إيه؟ تقول له فالسو. كده إحنا حلينا كام سؤال؟ حلينا سبع أسئلة، اللي هم إيه؟ اللي هم كل الأسئلة اللي ممكن يجولك على سينيالي كانتيرا موبيلي أو إشارة أشغال متنقلة. حلناهم بكم كلمة؟ حلناهم بكانتيرا، كرسية، لوتشا. شكرا لكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعة، وحتى نلقاكم في درس جديد، لكم مني خالص المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.